السلام عليكم، نحييكم مع بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامج لغة وأدب وفن. ها نحن جئنا فالنوافذ تفتح وتضوع أنفاس الحروف وتنفح، جئنا بآداب وفن ساحر يزهو بأمداء الجمال ويسبح. ها قد أطل أبو الفنون مرحبا، مرحى وهيا قد دعانا المسرح. بصورة تشبه لبنان الحقيقي من تحت الرماد والخراب، نفض واحد من أهم المعالم الثقافية لمدينة طرابلس عاصمة لبنان الثانية غبار ثلاثة عقود عنه وعاد مجددا للحياة. هو المسرح الوطني اللبناني الذي وقبل الحرب اللبنانية شهد يوما أهم العروض المسرحية العالمية وخرج أهم الممثلين والمخرجين الذين شقوا طريقهم إلى العالم العربي والعالمي. بعد حوالي 30 عاما دخل المخرج والممثل قاسم اسطنبولي مؤسس مسرح اسطنبولي في مدينة سور المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، ولم يخرج منه إلا بعد أن حوله شمعة في عتمة لبنان، واضعا نصب عينيه صالة أمبير التي كانت يوما الأهم عربيا. إلا أن الفرحة الكبرى بعد أن سمع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بنية اسطنبولي إعادة افتتاح المسرح الوطني اللبناني ليؤكد استعداده الكامل لتقديم أي مساعدة ممكنة لاستعادة دور هذا الصرح الثقافي. وبعد أشهر من إعادة التأهيل لم يصدق اسطنبولي والمتطوعون ماذا صنعت أيديهم، وبمبادرة من جمعية تيرو للفنون ومسرح اسطنبولي افتتح المسرح الوطني اللبناني في طرابلس ليكون جسر تواصل بين جنوب وشمال لبنان. أنا اليوم حاب أن أهدي هذا الافتتاح وهذا المهرجان إلى والدي الحبيب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اللي أنا بحب أن أقول له أنه هو العاشق الأول مثل ما أنا بحب سميه، وعلى أمل اللقاء نحن ندعيه على لبنان. إيمانه ومحبته بهذا المشروع ودوره بأهمية الثقافة والفنون بعالمنا العربي من أجل التغيير، هذا هو المهم. وبالنسبة لنا هذه العلاقة مع صاحب السمو مهمة بالنسبة لنا، ويعني ما في إلا أنه مثل ما بيقول هو دايما أنه المسرح هو انتصار العلم على الجهل، ونحن إن شاء الله على أمل تشريفه ولقائنا مثل ما أنا وعدته أنه يشرفنا على لبنان. إن شاء الله إذا عم يسمعنا اليوم يشرفنا على لبنان. اليوم شبابنا عم يلتقوا مع بعض، هن اللي قدروا يصنعوا هذا الحلم وهذا المشروع، بلقائهم قدروا أنه يأهلوا هذه السينما يأسسوا الأول مهرجان مسرحي بتاريخ المدينة، فما في أحلى أنه الفن يجمع الناس. بعد الرقص والاحتفال على وقع الأغاني التراثية قص الشريط ورفعت الستارة عن لوحة وضعت فوق مدخل الصالة وفاء لعطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ولوحة أخرى سميت بقاعة الكاتب والمخرج نزار ميقاتي، وهو أول من أسس هذا المسرح الوطني. طرابلس مدينة العلماء والأدباء والفنانين معروفة، طرابلس المدينة اللي كان فيها 35 دار سينما، هلأ طرابلس فتحت صدرها المسرح الوطني المجاني. أنا في شغلة بتخصني بهالموضوع أنه أطلق قاسم المسرح الوطني تيمنا وحمل الراية يلي زرعها نزار ميقاتي سنة 1965 بتأسيسه أول مسرح يومي بتاريخ لبنان، وأطلق عليه اسم المسرح الوطني. هالرأي زرعت في صور ثم انتقلت إلى طرابلس مدينة نزار ميقاتي. الوالد استاذي والدي، فبحن صوره إذا هل بتشوفيهم هلا زارعهم قاسم. هيدي أنا ببداياتي بالمسرح الوطني.
بعد عرض فيلم قصير عن جهود جمعية تيرو للفنون بإعادة تأهيل المسرح وشهادات من المتطوعين ومشاركة فرحتهم بالانتصار، شهد المسرح أولى عروضه، وهي مسرحية جزائرية عن الصراع مع الذات بين الماضي والحاضر والمستقبل من خلال العودة للطفولة والذكريات. وعادت الحياة مجدداً إلى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس عاصمة الثقافة والفنون، وعادت الروح إلى صالة أمبير في المدينة التي كانت يوماً الأثرى عربياً بعدد دور السينما. كل هذا بفضل جهود من آمنوا بلبنان الحضاري. ما فرحات برنامج لغة وأدب وفن طرابلس. فرحة وأي فرحة، الرجال والنساء والأطفال كلهم خرجوا في شوارع مدينة طرابلس شمال لبنان ابتهاجا بعودة الحياة إلى سينما أمبير الشهيرة بعد حوالي 3 عقود من الغياب والإغلاق. تعود اليوم كمسرح ومساحة ثقافية واسعة تحتضن الفعاليات الفنية بشتى أنواعها. اليوم وبالجهود المخلصة والأيادي البيضاء وبجهود الشباب والمتطوعين يمضي المسرح إلى غد أجمل، ويؤدي دوره كأداة فاعلة وهادفة نحو حياة أفضل ومستقبل مشرق. في وقفتنا الأدبية هذا الأسبوع نقترب من شاعر عباسي هو أبو الحسن علي التهامي، وهو شاعر مشهور من أهل تهامة. مولده ومنشأه باليمن وأصله من مكة. زار التهامي الشام والعراق وولي خطابة الرملة، ثم رحل إلى مصر. كانت للتهامي كما يستخلص من سيرته همة في معالي الأمور تسول له رئاسة الجمهور، فقصد مصر واستدل على أموالها وملك أزمة أعمالها، وسكن الشام مدة، ثم قصد العراق وهناك التقى الصاحب ابن عباد. من شعره في الحنين قوله: بدا البرق من نجد فحن إلى نجدي، أيا بارقا ماذا نشرت من الوجد، وما حن من وجد بنجد، وإنما يحن إلى نجد لمن حل في نجدي. للنقاد القدماء في شعر التهامي آراء عديدة تدل جميعها على براعته في الشعر وجودة المعاني التي أتى بها. من أبياته الغزلية قوله: لج في حب من هويت العذول، إذ رآني عن حبه لا أزول، قلت لم تدر ما الهوى يا عذولي، أنت عندي المعذور فيما تقول. كيف يشكو من لم يذق جفن عينيه هجوعا وقلبه متبول، مولع بالغرام مذ كان صبا، ناحل الجسم قد براه النحول. يتسم شعر التهامي كما هو واضح بالسهولة، يرسله على سجيته فيأتي بكثير من المعاني الطريفة والصور البديعة. وأغلب شعر التهامي في المديح والرثاء، وإن جاء الغزل كثيرا فهو يجيء كمقدمات للمديح، كهذه المقدمة الغزلية من قصيدة يمدح فيها من يكنى بأبي نصر. يقول فيها: طيف ألم فزاد في آلامي، ألم ولم أعهده ذا إلمامي، لما تجنب رؤيتي مستيقظا جاءت به الأضغاث في الأحلام.
فطفقت ألحظ لؤلؤا من ثغره وأضم غصنا تحت بدر تمامي. قيلت في صفات اتهامي أقوال عديدة، فكان شاعر وقته، وكان من الشعراء المجيدين، وشعره في غاية الحسن والجمال والروعة. وأقرأ من جميل شعره: سلى أحبته من لم يذق كمدا يوم الفراق ولو أجرى الدموع دما، إني أسأت إلى سمعي بفرقتهم، أنا ظلمت ومن أهواه ما ظلما. اشتهر الشاعر التهامي بقصيدته الرائية في رثاء ابنه، وقد عدت هذه القصيدة من عيون قصائد الرثاء والحكمة في الشعر العربي. يقول في بدايتها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. ويستمر في رثائه ولده في هذه القصيدة الطويلة بنفس يجيش بالحزن والعبرات والألم، وأقتبس منها أيضا: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. ويقال إن أبا الحسن التهامي لما توفي رآه أحد الناس في المنام فقال له: ماذا فعل بك الله تعالى؟ قال: غفر لي بقولي في رثاء ولدي، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. من المعجم التاريخي للغة العربية الاسم أبد. الأبد قديم الأزل، جمعها آباد وأبود. قال لقيط بن يعمر الإيادي من عصر ما قبل الإسلام: والله ما انفكت الأموال مذ أبد لأهلها إن أصيبوا مرة تبعا. ويأتي الاسم أبد بمعنى الأجل والعمر. الشاهد في قول بشار من العصر العباسي: لأخرجن من الدنيا وحبكم بين الجوانح لم يشعر به أحد. ألقيت بيني وبين الحزن معرفة لا تنقضي أبدا أو ينقضي الأبد. وأبد الأبدية معناها طوال الدهر، وتقال في توكيد الأمر. الشاهد من العصر العباسي في قول اللحياني: لا أفعل ذلك أبد الآبدين وأبد الأبدية، أي أبد الدهر. وأبد أبيد وأبد الأبيد والأبد الأبيد كلها تعني طوال الدهر. قال ذو الرمة من العصر الإسلامي: قلت لنفسي شبه التفنيد، هل تعرف الأطلال بالوحيد، قفرا محاها أبد الأبيد، والدهر يبلي جدة الجديد. تجربة إبداعية جديدة يقدمها النادي الثقافي العربي لمحبي الفنون في مقره بالشارقة. وهذه المرة يستضيف الفنان التشكيلي السوري كنان الحكيم في معرضه كلمات ذهبية. طبعا نحن في النادي الثقافي العربي نقوم باستقطاب الفنانين من مختلف التوجهات ومن مختلف المدارس الفنية، سواء حروفية أو تشكيلية أو كلاسيكية. فنقدم اليوم الفنان كنان الحكيم برؤية مختلفة عن بقية الرؤى التي قدمت من قبل، فهو يقدم فلسفة معينة من وجهة نظره تختص بطاقة المكان أو استخدام الكلمات واللون في إبراز أو في إعطاء طاقة للمكان أو للإنسان نفسه في حد ذاته. هنا تقدم الفنان بعدد من اللوحات تقريباً
20 لوحة أو أكثر، يعني 20 لوحة تقريبا. كل اللوحات تنم عن الإبراز الطاقة الجمالية والطاقة اللونية للمكان من خلال دراسة هو أجراها من قبل، وأصدر لها كتابا عن هذا الموضوع. يتضح من الأعمال المعروضة أن الفنان كينان اشتغل على رؤية تشكيلية ذات أبعاد فلسفية لها مدلولاتها النفسية والمكانية التي تضفي طاقة إيجابية على المحيط من حولنا. فكرة المعرض هي مستمدة بأن كل شيء له طاقة، وخاصة الكلمة، الكلمة لها بعد، فاخترت كلمات ذهبية أو كلمات مفتاحية لها بعد طاقي يمكن أن تجذب الطاقة الإيجابية. فعلم الفانك شوي هو علم طاقة المكان، نستخدمه في إضافة عناصر مثلا اللوحة، النبات، هي تقوم على توازن مع الطبيعة وتحقيق توازن مع العناصر الخمسة. فكرة المعرض أيضا هي استخدام كلمات اللي تتناغم مع قانون الجذب. قانون الجذب هو حديثاً يتحدثون عن قانون الجذب وقانون الجذب، لكن قانون الجذب هو ليس حديث، وموجود في ثقافتنا العربية والإسلامية. فاخترت كلمات مفتاحية تجلب الطاقة الإيجابية. ففي ثقافتنا مثلاً نقول عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، مثلاً نقول الحمد لله، لأن الشكر والامتنان يجلب الطاقة الإيجابية. فهذه هي الفكرة من المعرض، هي ليست مجرد كلمات عبثية، هي كلمات لها بعد فلسفي ولها بعد طاقي، وأيضا يعني لخلق جو وفضاء معين في هذا المكان. تلعب الألوان دورا رئيسيا في هذا المعرض، فاللون هنا مفردة أساسية ومدروسة، يشكل منها الفنان أفكاره ويجسد رؤاه على اللوحة بأسلوب يقترب من العلاج. فهل يمكن العلاج بالألوان؟ علاقتي بالألوان هي منذ طفولتي، فمنذ طفولتي وكنت أرسم على الجدران وعلى أي مكان، ولكن الألوان هنا أيضا كمان الألوان هنا كانت مدروسة، أوكي، فكانت مبنية على علم أيضا هو علم العلاج بالألوان. فاخترت ألوان الطيف السبعة، وهي تمثل شاكرات الجسد الأثيري لجسم الإنسان. فالإنسان يتشكل من جسد أثيري وجسد مادي، فربطت اللون الذهبي واختيار كلمات ذهبية. ربطت هناك شاكرة تسمى شاكرة التاج، وهي تقع خارج الجسد المادي، وهي تمثل أعلى شاكرة في الشاكرات الموجودة في الجسد الأثيري. فربطتها باللون الأحمر، وهي علاقة على ارتباط اللون الأحمر باللون الذهبي، وهذا هو الذي يعيد أيضا التوازن في المكان والتوازن في الطاقة، بحيث توجد جميع ألوان الطيف موجودة في هذه الفضاءات الموجودة في هذه اللوحة. الواقع اللون الذهبي من الألوان الصعبة في استخدامها حروفيا أو تشكيليا أو تجريديا، وهو هنا استخدمها بعدة أنماط، فاستخدم الأرضيات، ثم بعد ذلك استخدم أسلوب الكشط أو النحت اللون ليظهر ما بعده، استخدم بعد ذلك موضوع الإخفاءات والتموهات في اللون، له رؤيته الخاصة باستخدام اللون الذهبي. ولكن اللون الذهبي كاستخدام فهو صعب، ليس سهلا. استخدم الفنان كلمات مفتاحية اختارها من الثقافة العربية والإسلامية، وأطلق عليها ذهبية لتوظيفها في التشكيل، مستخدما أحد أنواع الخطوط الحديثة وهو الخط السنبلي، الذي أضفى على اللوحات طابع البساطة والمعاصرة معا. ويؤكد الفنان كينان أن الفكرة عنده قد تتغير من معرض إلى آخر، لكن الأسلوب يبقى واحدا. في كل معرض من المعارض كانت هناك فكرة ثقافية
لتوضيحها من خلال اللوحة. فمثلا منذ زمن بعيد قمت بمعرض في أبو ظبي عن تراث الإمارات، فأسلوبي كان الفكرة متغيرة ولكن الأسلوب واحد. كان عندي مشروع ثقافي عن ربط الأصالة بالحداثة، ولكن أسلوبي هو واحد والطابع الفني هو واحد ولكن الفكرة تتغير. فمثلا أيضا كان عندي معرض وحفل توقيع كتاب علم الفراسة، وهو العلم الذي يمكن معرفة الشخصية من خلال الوجه، وأيضا كرست الفكرة الثقافية ولكن أسلوبي واحد، فحافظت على الأسلوب الفني ولكن الفكرة الثقافية يمكن أن تتغير ولكن الطابع الفني يجب أن يكون واحد. وتبقى الشارقة مقصد الفنانين من كل مكان، يرنون إليها ويتطلعون للظهور من على منصاتها الفنية، فهي الساحة الثقافية المشرقة بأضواء الإبداع وألوان الجمال. أتشكر الشارقة وحكومة الشارقة لتبنيها للثقافة بشكل عام وتبنيها الفنانين والمشاريع الثقافية، فكانت وجهتي يعني الأولى بعدها للشارقة لمعرفتي الأكيدة بأنهم يهتمون مباشرة ودعمهم الثقافي، فتلقيت الدعم والدعم من كل الجهات التي نظمت هذا المعرض، وأتشكر الجميع على تنظيم هذا المعرض. استهوى الخط العربي الفنانين العرب وحتى الأجانب على مر العصور، ويستهوي في الحقيقة كل من يقرأه أو يتأمله، وقد أصبح الخط فناً له قواعده وضوابطه، فهو الخط الذي تكتب به حروف أم اللغات جميعها، اللغة العربية. وقد قال الشعراء ومدحوا الخط كثيراً، ومن جميل ما قيل فيه وفي تعلمه نظما: تعلم قوام الخط يا ذا التأدب، فما الخط إلا زينة المتأدب، فإن كنت ذا مال فخطك زينة، وإن كنت محتاجا فأفضل مكسب. وقد قال عبد الرحمن ابن خلدون في مقدمته عن الخط، قال: إنه صناعة شريفة يتميز بها الإنسان عن غيره، وبها تتأدى الأغراض لأنها المرتبة الثانية من الدلالة اللغوية. في فقرتنا التالية يواصل الخطاط علي الحمادي تعريفنا ببعض التجارب المشرقة في الخط العربي، ويتوقف هنا عند أحد الأسماء الخليجية البارزة وبالذات من المملكة العربية السعودية. هذا الخطاط عمل على تطوير أحد أنواع الخطوط، وهو الخط الكوفي. في هذه الحلقة سوف نتعرف على أحد أعمدة فن الخط العربي وأحد أقطاب هذا الفن الأصيل، إنه الأستاذ الكبير أستاذنا الرسام والخطاط جمال الكباسي الربيعة. ولد الخطاط جمال الكباسي سنة 1950 بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تعلق بالفرشاه وتعلق بالقصب، قصب الخط العربي، منذ نعومة أظفاره. لم تكن تستهويه لعب الأطفال كما تستهوي إخوته، كان حريصا دائما على متابعة المجلات التي كانت تحتوي على الخطوط العربية. كان والده يرحمه الله مديرا لإحدى المدارس في المملكة، وكان يقوم بشراء بعض القصص والمجلات الخاصة بالأطفال التي كانت تأتي من مصر، من جمهورية مصر العربية، وكانت تحتوي على العديد من الخطوط العربية كالكوفي والنسخ وغير ذلك. كان يقوم الخطاط جمال الكباسي بتقليد تلك الخطوط ومحاكاتها باستخدام قلم الرصاص. بعد ذلك بدأ باقتناء كراس وتد الخط العربي ومعلم الأجيال هاشم البغدادي،
حيث كان يتعلم من هذا الكراس قوانين وقواعد فن الخط العربي. ويقرر الخطاط جمال الكباسي السفر إلى بغداد للاطلاع على عالم الخط عن قرب والتعرف على التجارب الراسخة لفناني الخط الكبار، وبغرض الالتحاق بكلية الفنون الجميلة في بغداد، وحمل معه عدداً من أعماله الخطية. وكان يجب عليه بداية أن يجتاز لجنة قبول كلية الفنون الجميلة في بغداد، وأثناء سؤاله من قبل لجنة التحكيم: هل شاهدت الأستاذ هاشم البغدادي أو هل تعرف الأستاذ هاشم البغدادي؟ فأجاب الأستاذ جمال الكباسي بأنه لا يعرف الأستاذ هاشم البغدادي ولم يلتقي به يوما، ولكنه يقتني كراسه الذي يقوم بالتعلم منه. لم يكن يعلم بأن الأستاذ هاشم البغدادي يرحمه الله كان جالسا من ضمن لجنة القبول أو لجنة التحكيم. هنا أخذ أعمال الأستاذ جمال الكباسي واطلع عليها وأعجب بها كثيرا، ثم بدأ بالدخول إلى كلية الفنون الجميلة لدراسة الخط العربي. في تلك الفترة كلف الأستاذ هاشم البغدادي بالذهاب إلى جمهورية ألمانيا للإشراف على طباعة القرآن الكريم الخاص بالأوقاف العراقية، وحل بدلا عنه في تلك الفترة تلميذه الأستاذ صادق الدوري حيث أكمل دراسته معه. وبعد الانتهاء من الدراسة في بغداد عاد الخطاط جمال الكباسي إلى بلاده السعودية وأكمل فيها دراسة الخط، وهنا تعلق كثيرا بالخط الكوفي الذي عمل على تطويره. هنا يجمع كثير بل أغلب الخطاطين والباحثين في مجال الخط العربي بأن الأستاذ جمال الكباسي قد قام بتطوير الخط الكوفي بطريقة لم يصله إليها أحد من قبل، حيث قام بعمل الليونة في الحروف العربية المعروفة في الخط الكوفي، كما هو متعارف بأن الخط الكوفي هو خط هندسي، قام بإضافة الليونة على هذا الخط وأضاف إليه الكثير من المحسنات الجمالية والإبداعية، وأظهر لنا الخط الكوفي بطريقة مختلفة تماماً، كما أضاف تراكيب حديثة مبتكرة أيضاً لم يصله إليها أحد من قبل، لذلك يحسب له بأنه مطور لهذا الخط. يواصل الخطاط علي الحمادي حديثه ويتوقف هنا عند إقامة المعارض ومشاركات الخطاط جمال الكباسي داخلياً وخارجياً. لعلنا نذكر مثالا على ذلك ملتقى المدينة المنورة الذي يجتمع فيه كبار خطاطي القرآن الكريم، كذلك هناك الأرسكة وهي المسابقة الكبيرة التي تقام عادة في تركيا وحصل على جائزة تشجيعية وتقديرية، هناك في الجزائر في 2009 حيث شارك لأول مرة بعرض أسلوبه الجميل والجديد في تطويع الخط الكوفي. أما في إمارة الشارقة تحديدا فقد شارك في معظم دورات وملتقيات الخط العربي والمرئي والمسموع الذي أقيم في شهر رمضان المبارك، وأيضا هناك ملتقى دبي للخط العربي. وهكذا مشاهدينا ينتهي لقاؤنا هذا الأسبوع، ويتوقف مشوارنا معكم في برنامج لغة وأدب وفن، ونذكر في ختام هذه الحلقة إلى أنه بإمكانكم متابعتها في منصة مرايا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.